ناحيه بكساسه يرفعها. اوه حموش صعوبه، يبقى الخطر بالزرقاء. ضربه جزاء، اوه ضربه جزاء، وضربه الجزاء اكثر من الهدف القاتل. حموش ارتكب خطا ولكن قاتل نوعا ما. ويسجل بروعة عمر بلعطوي. حموش في جهة والكرة في جهة، ويصفر السيد كرة في نهاية المقابلة. هنيئا لفريق مولودية وهران صاحبة كأس الجمهورية لسنة 1996، اللقب الرابع، الكأس الرابعة لمولودية وهران.